السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع. في كانتي مساء اليوم اللي غادي يكون في رينيو الكرسة الأخيرة مع السادسة تقريبا أو الخامسة بتوقيت المغرب، غيكون فيها الكنز ديكلاري نو بارتون 28,000 أورو دي بارتو ستار. فيها بزاف د الخيول اللي في الديليسي، وكاينين بزاف ديال الخيول غيكونوا في لا رونتر، يعني متوقفين من 2023. يعني كاين فيها الواحد خال واحد غادي عنده الديفيراج غيكون من الخيول غادي ب 21، كاين جوج غادي ب 85 رونتري، كاين الخمسة خيول ديال ديلاروش غادي ب 17 حتى هو رونتري من 2023 في شهر 12، كاين سيس كذلك تا هو رونتري غادي ب 83، سبعة جاري، تمنية جاري، تسعود جاري، العشرة فيرفا جاري، هو كيلقى مشاكل في لاكو في درواتي، الأونز جاري راه سبيسياليست في الأتلي، دوز رونتري، المهم كاينين كيما كتشوفوا كاين سيس رونتري. هذا يدل على ان الكورس تقدر تكون في المفاجآت، دونك هادو لي ديليسي ديال لا كورس غيكونوا رونتري، فيهم 13 فيهم 5 رونتري، فيهم بزاف ديال الخيول متوقفين. يعني على كل حال خيول اجنبيه، كاين فريدوم رقم 9 اوليفيرا فان، كاين 10 جيكا جوستيس، كاين 11 نيمكي بريغادون تا هو اترونجي، كاين 13 كاين 16 تا هو اترونجي، هادو خيول اترونجية. الكورسا بلي رابيد، الخمسة هو الاول والكنز هو الاخر والان هو الوسطاني، غيكون تا هو ديفيراج، ولكن رونتري عندو ديفيراج. باسي ديال لاكورس جات فافورية، مول خمسة مول سبعة مول ربعة مول خمسة مول 15، جات فيها جوج ثلاثة 16 عاود إيترونجي، الكات عاود إيترونجي، والسيت عاود إيترونجي. ثلاثة الخيول كانوا في خيول أجنبية وكانوا جو ثلاثة، وكانت الكورسة كانت فافورية. شحال ما عرفناش تقريبا كانوا شي 16 عاود، كانوا 16 عاود، جاو لي بتيني ميلو بزاف. ندخلو نشوفو هاد البري هدا ونشوفو 16 ديال الخيول. تقريبا كانوا بزاف د الخيول الأجنبية. هوش السيس ديال اليوم، السيس ديال اليوم فرانسوا لاكودي كان دار سيزيام في التيران. هوش على كل حال شكون هو اللي كان في البلاي رابيد انا ذاك، شكون هو اللي كان جات فيه دو تروا سيز، دو تروا سيز، دو سيز تروا كات، دونك كانوا جاو غير لي فافوري. البلاي رابيد ديالهم كان فيها هوش هوش يا هوش، واش كان واش نفس الباركور واش نفس الكورسا؟ لا، كان رابحهم غانيو، كان رابحهم غانيو في التيران تقريبا. لي بلي رابيد جاو كاملين. شوفوا هاد الدو هدا، لا لا، عاد دخلوا ملي ضربوا في هاد لاكورس، عاد دخلوا في شنو كان دار، كان دار سيزيام بلاس. ديفيراج ماشي 100% ديفيراج الخوت، قلت لك حكا خصنا نلعبو الخيل ديفيري، تقدر تجي الخيول من ديفيريش. على كل حال هادشي كامل، المهم خوتي اختاريت هاد المجموعة ديال الخيل 7 8 1 3 4 9 13 10، لا سيربريز غيكون عند الأونز، الأونز غادي ب 89، أونز يدير المونتي والأتلي، غادي يرجعو غادي يرجعو الاتلي، غادي يرجعوا الاتلي.
هذا ما كان إخواني الكرام، خلينا لكم بالرحمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.